قال أيها الناس ألا إن هذا باقر علم الرسل وهذا مبين السبل هذا خير من رسخ في أصلاب أصحاب السفينة هذا ابن فاطمة العذراء الغراء الزهراء هذا ناموس الدهر هذا حجة الله في الأرضين هذا ابن محمد وخديجة هذا ابن علي وفاطمة هذا منار الدين القائم وإذا الناس قال حولت على الإمام زاد ذاك غيظ هذا منه الناس حواليه وأنا أمير ما حد إلي بسرعة رجع إلى الشام وإذا الرسالة إلى الإمام تعال أنت وابنك الصادق يلا بسرعة إلى الشام فأشخصوه من وطن جده بدون ذنب ولا جريمة شوفوا يا إخوان التاريخ شي يقول وصل الإمام الباقر والصادق رسالة من الأمير بعد لازم تجي فورا أحضر فورا حضر الإمام أوقفوه على باب بيت الإمارة 3 أيام 3 أيام من أجل أن يذل الإمام صلوات الله إلى أن أذن له مو غريب عمته زينب أوقفوها 3 أيام على أبواب الشام لكي يزينوا الشام بالديباج والحلي فرحا على قتل الحسين وسبي بنات رسول الله وهذا ابن الزهراء ومصيبتهم واحدة فأوقفوه 3 أيام الله الآن أنا أتذكر تلك المصيبة يوم وقفوا زينب خلينا شوية أقرأ لكم لأن أشوف دموعكم بدأت تنهمل على الحسين مقلبكم محترقة على الزيارة وزيارة الحسين الله لو حضرت كربلة تشوفوها الملايين من البشر شلون يأتون وفاد وفاد والتفجيرات قائمة ولا حد من قطعة أصلا مشيا على الأقدام لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زعفا سيدي يا حسين يا حسين لبيك يا حسين إيه ذكر حامك فينا 3 أيام يقول أنا مو أفضل من عمتي زينب إذا أنا رجل وعندي أكل وطعام وشراب ومعاي ابني الصادق ها عمتي زينب وقفوها وقدامها راس الحسين عمتي زينب وقفوها وياها أطفال الحسين وكل واحدة تقول عمة إلى أين يأخذونا عما إلى أين يريدون بنا وهي تخاطب راس أخوها الحسين تشوف راس أخوها قدامه تقول أخوي أخوي هاي ما كانت على البال ايه تحركوا شوية بارك الله بيكم والله على البال أطب المجلس وبسنود الأحبال يا طب المجلس وبزناد يا الاحبار اسمعوها بالله تكسر الخاطر زينب تخاطب راس الحب ما عندها احد تلتجي للزمام زين العابدين مغلله يداه يقولوا طاح الباقر بالطريق الإمام السجاد على الناقة شوية جروا الأطفال طاح الباقر على الأرض السجاد وضع يده على قلبه التفت إلى زوجة فاطمة فاطمة ارفعي أنا مغلل قالت كيف يا ابن رسول الله يد أستر بها وجهي عن النظار وهذا الطفل طاح ما عندي حيلة ارفعي ارفعي تخاطب راس اخوه تقول لاخوي والله مشيت درب ما مشيت والله ما تصيد وتصيح اه على الحسين اخواني والله ما مشيت وجتال اخوتي رافقين اخوه وحق شيبك المخضوب يا اخوي وحق شيبك المخضوب اخوي اعداك ذلوا
بس يا ضربه ايه ومن البكاء منه مظلوم يا اخوي جاوب مظلوم يا اخوي محروم اتقل لاخوي السكنه الذي ربيتها بدلال يا ابوها سكن الذي ربيتها بدلال يا ابو بسيات ضربها بسيات ضربه ومن البكا ومن البكا منعه مظلوم مظلوم يا خويا محروم أنا ما قرأت في حياتي أبيات أقسم اللي راح أقراها لكم وقرأت لكم في محرم لكن يطلبوها مني بعض المؤمنين والمؤمنات راح أقراها جاوبها رأس الحسين شنو يقول لها يقول أنت أمي أنت أمي أنت بويا أنت جدي وعائلتي حلليني يا خليصة عمري وبري ذمتي انت امي انت بويا انت جدي وعائلتي حلليني يا خليصة عمري وبري ذمتي الله الله يا ابا عبد الله عندك بعد خبر الى زينب يقول يا زينب اعظم مصيبه يا زينب من هالسايل مدمعي لا هو من ذبحه اخواني لا هو يخطب مصرعي ما انا متصور يا زينب تدخلين على داعي ما انا متصور يا زينب تدخلين على دعي يشتم قبالك ابونا يظل هالشم لثة حسين يا حسين وفعلا اوقف الامام الباقر تذكر شتان بين الموقفين الامام الباقر ادخل على الطاغي وجرى ما جرى لكن مولاتنا زينب ادخلوها الى الشام واذا الشام مزينة بالديباج والحليب فرحا على آل الرسول والباقر على صدر امه واذا بالناس تتصدق عليهم اعطوا الباقر لقمة من الطعام اراد ان يضعها في فمه اخذها زين العابدين بناي الصدق علينا حرام تيت صدق الوادم علينا عطايا الخلق كلها ما خاب ظن ليعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا حافل ليالي غدرت بينا ابونا انذبح واحنا مسبينا اي ابونا انذبح واحنا يا احنا يا انسبينا زينب تمشي ويا النساء تغطى بإيدها ما عندها خمار تتغطى وإذا جاية مرأة شامية تتقرب أكثر وأكثر وزينب مسترة عيونها فتحت شوية وإذا الشامية ما أخذ حجر من الأرض فصكت به وجه الحسين أيوة حسينة وسيدة فانبعثت الدماء فقالت لا أكلت بيمينك ولا شربت بها
وإذا الحسين سكت عن التلاوة سكت. زينب تخاطب الرأس تصيح ليش حسين ساكت عن ونين عن ونين أظن تعب لو جرحة خدر يا ظل تعب لا جرحا يا 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 تخدى يا يا ريد أبكيكم الليلة على زينب من أجل تستعدوا للخروج ليلة الجاية. الله يعطينا وياكم العافية. دقائق باقية بس تحملوا شوية. ها تمشي زينب وإذا طفل لاحقها ادخل في زقاق ادعوا حقها يمين أخي انتو من وين؟ دعني يا ولدي خلي انتو من وين يا أخي؟ شي تريد يا ولدي؟ روح هناك العب ويا الأطفال. قال لها أخي الأطفال من وين؟ هالرؤوس المشالة لمن؟ قالت يا ولدي انت شي تريد؟ انت جاي تتفرج علينا؟ قال اي والله انا جاي اتفرج مثل الناس لكن اشوفكم عليكم علامات الايمان والوقار. قال أخي اشوف حراس المرفوع يقرأ القرآن. هذا يقرأ القرآن ما يصير رأس يقرأ القرآن. قالت له بني عمن تسأل شتريد؟ قال من أي بلد أنتو؟ قالت لإحنا من مدينة رسول الله. قال يعني أنتو مسلمين؟ قالت بل نحن مسلمين. قال انها تعرفين أهل المدينة؟ أعرف أهل المدينة. قال أريد أسألك عن بيت تعرفي؟ قالت اسألني. قالت قال انها تعرفين أبو السجاد وتعرفين عباس؟ لا هدأتها الدموع على تعرفين أبو السجاد وتعرفين عباس وتعرفين الأكبر والنشامة لترفع الرأس وتعرفين أبو الشيمة محمد داحي الباس الآن السؤال. قال لي تعرفين زينب؟ الله الأطفال يبكون اللي قدامي بارك الله بيكم. تعرفين زينب ضنوة الزهرة المصونة؟ عجيب هالولد يسأل عن الحسين والعباس. قالت يا ابني انت شو اسمك وامك منين؟ قالها انا امي هاشمية وخالي يا حسين. انا خوالي بيت ابو طالب الطيبي بيت النبوة الفخر كل حي زينة. عرفت زينب ها عندها اخت بالشام. قالت ان كان ابن العقيل يا جنابك فوق الارماح العالية يا ابن جوابك هل ذكرتهم كلهم جملة احبابك للشام جابوا رؤوسهم ويا الضعينة. شو تقولين اخي يعني هذا راس الحسين ايه هذا راس العباس ايه؟ قال انها انت منه؟ قالت انا زينب اليوم. زينب خالتي زينب أنا زينب يما أنا زينب روحي لأمك روح ردي لأمه شي يقول رد الولد لأمه وهو يهمل دمعة الغي يضرب على رأسه ويزيد النوح لوني. قالها قومي قومي يا يما ترى جابه وراس الحسين. مصايب مصايب عظيمة على زينب. هذا الرأس اللي ما فارق زينبها. بعد لحظة وأسألك الدعاء. ويوم دخلوها على يزيد وإذا الرأس بين يديه في طشت من ذهب. تعبتوا يا شباب أنا أجهز لكم ليلة الخروج ها من أجل لقرين الخروج تعرفوا وين رايح الحزين.
طالع من أرض مكة ورايح وين؟ رايح للذبح والقتل، ورأسه مع نسائه يسبى أو يهدى من مكان إلى مكان. دخل بالطشت وضعه بين يدي يزيد، وضع يده على شيبته، رفعه أمام زينب فأخذ مخصرته وصار يكسر أسنانه. الله. أما زينب فشتمت يزيد في خطبتها المعروفة، فغضب اللعين، أخذ صوتا من أحد غلمانه، فجاء ناحية زينب ووضع الرأس على الطشت، وإذا بولد يزيد يقول له: توقف يا أبا، توقف يا أبا، لماذا؟ قال: رأيت رأس الحسين دار إلى أخته زينب، وعيناه تلاحق زينب. يعني يقول يا زينب: خفف الكلام، لا حسين ولا عباس. وإذا بها تنادي: بقيت محيرة وصفاك بليل. اي والله باليدين اني لا عباس يبرولي ولا حسين. اسمعوا اسمعوا قسم زينب، اسمعوا. تقول: اقسم يا بن سفيان، لو سبع القنطرة موجود وتشوفك تحاجيني وتضرب راس اخويا بعود، لكن بطل حيل عليه ظل على العلقمي ممدود. أنا منين أبو فاضل أجيب؟ أجيب وخبر بحال زينب هالغريب، والله أخبر بحال زينب هالغريب. عظم الله أجوركم، وفي مثل هذه الليلة دسوا إلى إمامكم سما نقيعا، فتقطعت أحشاؤه وبقي يتقلب على فراش المرض، والصادق على صدره ينادي: وأبتاه ومصيبته، إلى أن سكن أنينه وعرق جبينه، مد يديه ورجله وفاضت روحه. أيوة إمامه والسيدة ومظلومة، والله غضبنا النبي حتفه، وحين توفى ابن غسل وبكفن لفى، بس حسين لما مات واسف. واسف ثلاث ايام جسم على الوطية، والله ثلاث ايام جسم على الوطية.